أحيانا هقولكم منين هي شوف وشوف. أيوة أوي أوي. شوف وشوف دي تأليف عبد الحليم والحان سهير الصفاري، وهو عملها في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات، يعني بقى لها 50 سنة. شوف وشوف 64 يعني على باب النصر بذكر أكوكو 63 شوف وشوف 64 خلاص عندك بس بجد انت عمري بس هو بالاخر بيقول يعيش كمان يعني عندوها منين دي؟ جميلة بقى. دكتور الختام بيقول يعيش كمان يعيش كمان. لا 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 مش مذيع يعني. لا احنا لنا تسجيل زي ما عرفنا من ايه؟ لا مش معاك بس محتاجين نرد عليه بقى عشان نرد عليه. اه طوفي بجنة. اه صوته بس على ما هو قاعد شوية. ما هم
خالص. لازم عارف. فخر. اه طبعا. خالص فخر
البلد وكده وكده فيها تاريخ والحضارة، وخلينا نحل ده ان ما عندناش حاجة نصغر بيها. وين في انتصار؟ يعني هي بتعبر عن مرحلة فيها افتخار وبرضه مستمرة. لما وقفت بقى ما بقناش عارفين نقول حاجة. يا ريت تجددها من جديد بقى ونقول حاجة كتير عن المستقبل اللي جاي إن شاء الله. بس ما بيزعلش لأن حضرتك وقتها يعني أنا اتكلمت عن أمجاد أمجاد المعاش، اتكلمت عن النهضة وقتها والمصانع وعن المستقبل اللي جاي كمان. هي كانت بتحكي حكايه، يعني هي بتصور واقع فعلا، بتحكي حكايه كده. انت عارف مين اللي كانت ايه؟ باغنيه بتاعت فايز احمد اللي هي رساله امراه. رساله من امراه؟ رساله امراه. لا الفل. لا الفل. الاغنيه دي انا لما بسمعها بتخيل يعني قدر نزار قباني يحطها في صوره كانك ايه؟ تخيل على صوره جميله كانه بيعمل ستاند كامل. بس فنفس الحكايه في الاغنيه بتاعتهم مش الصور بقى بس يعني كده خرجنا شويه من الجو بتاع البلد والوطن وكده لا تدخل ازاي فاضي ازاي فاضي وبحبه دي القصه نفس الكلام انا بيضايقني ان لو ما اتقالش الكلام والمزيكا بس لعبت ما هو نفس اللي حس ان بيحصل ده نفس بقى يعني نقل صوره كامله يعني بحس ان هو سيناريو تحس كده بتخيل كل حاجه اكتر منك بس انا بس انا بقول انا ايه دي مقدره انك انت اغنيه تعيشك في فيلم.